السلام عليكم يا أهل الطيبين، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بصحة وسلامة. اليوم رجعنا لكم فيديو كلش مفيد، لحم بعجين بدون عجينة وبدون عجن وبدون مجهود وتعب. شنو الطريقة؟ أكيد راح أشوفوها أثناء الفيديو. بس حبايب لايكاتكم، ليش بخلين عليه باللايكات؟ حطوا اللايكات وتجددوا إذا عجبتكم القناة اشتراك بيها، وإذا ما عجبتكم لا تشتركون. وهم أتمنى أن تشاركون الفيديو حتى الكل يستفاد من الطريقة، لأن الطريقة سهلة، بخمس دقائق راح يكون عندك أروع لحم بعجين. هسه راح أخليكم يا طريقة العمل ويا المقادير، وهو الشي شوفوا لحم بعجين شلونه. الله عليكم اللي يخبل، وهنا هم سوينا بالجبن، هذا شي اختياري. المهم هسه راح أخليكم ويا المقادير. هنا مقاديرنا شنو؟ أنا هاي مقاديري دائما أدي معدنوس وطماطة، عندنا وفلفل وبصل، وبصل أخضر. اليوم ضفت له بصل أخضر، بس الإضافة الجديدة اليوم. أنا طبعا كل فترة أحاول أغير بالمواد، أنتوا هم حاولوا تغيرون بالمواد، بس هي أكيد النتيجة والطعم راح تكون إياه كلش طيب. هنا بصل هذا الأبيض وبصل هذا الأخضر شوفوا، وفصين ثوم هذا شغلة اختيارية، ومعدنوس وطماطة تقريبا حبتين ونص. هنا أنا إيش راح أسوي؟ راح نجيب محضرات الطعام. طبعا المواد أو الحشوة هي مالت اللحم عجين أنا ما أطبخها، وإذا تريدوها مطبوخة أنا هم منزلة، يعني أنا نزلتكم عدة طرق حتى تستفادون منها. المهم بالبداية راح نخلي البصل الأبيض، لأن أكيد أول شي شغلات اللي نقول إحنا شوية يعني مذب سوائل هواية. وبعدين راح نخلي الفلفل، الفلفل هم شغلة اختيارية، تريدون نوع واحد تريدون عدة أنواع براحتكم، لأن يعني أهم شي الفلفل باللحم بعجين يعطيها طعم ونكهة كلش طيب. يعني تريدون تكتفون بس بالأخضر. وهنا البصل الأخضر راح نخلي شوفوا، راح تقولون زين إحنا شلون ما عدنا في محضر الطعام؟ تقدرون بيدكم، بس لازم فرم كلش كلش ناعم يكون أفضل حتى تعطيكم نتيجة حلوة. وهنا راح نخلي المعدنوس أو البقدونس باق الدول، حد ما نشوفوا انه كلهن يعني مثل ما كان. يلا نحط الطماطه، هي الطماطه تعرفون بيها تطي في السائل، فما نريد احنا نخلي الطماطه بالبدايه. اخر شيء بعد ما كلهن يعني نهرسن مثل ما ناعم، راح نخلي اللحم. اللحم راح تقولوا لي جبت كميته نص كيلو وشويه نوعا ما يكون دهين. تقدرون هم تسوي الدجاج، انا هم منزل طريقه بالدجاج. حبايبي دائما روحوا لقوام التشغيل، راح اشوفون اني كل طرق مال لحم عجين عده طرق وعده حشوات مختلفه، وحتى العجينه منزله. فانتو هم اللي يعجبكم وشوفوه سهل سووه. هسه ايش راح نخلي بعد ما كلهن نخبطهم كملين؟ راح نخلي هنا أنا هاي فلفل احمر حار، في الشيء كلش بسيط، وبابريكا حلوه نصف ملعقه، نصف ملعقه بابريكا حلوه، وهنا فلفل حار بعرف اخلي كلش كلش بسيط. يعني حاولوا تحطون هواية وسرعتكم حارة، شفتوا كمية كلش بسيطة. يعني فلفل أحمر حلو وفلفل أحمر حار. الفلفل الأحمر الحلو قلت لكم نصف ملعقة كوب، والفلفل الحار فشي بسيط. وهنا راح نخلي دبس رمان، دبس رمان خليت ملعقتين طعام، وهنا نزيت تقريبا هم ملعقتين طعام، لأن أنا نوعا ما اللحم عندي دهين فما رد كلش يصير دهينة. يعني دا شوية عندكم ناشف زيد شوية الزيت. وراح نخليه معجون، معجون أو صلصة البندورة مال الطبخ. هنا المعجون دائما أذكر هذا الشي، لا تحطون هواي معجون، كثروا الكتشب، لأن المعجون من يعني اللحم عجين ورا ما تشوها تنقلب عندكم بصير لونها على سواد. فهنا ايش قد حطيت أنا؟ يعني تقريبا حطيت 3 ملاعق إلى 4 ملاعق طعام معجون مال أكل، والباقي راح اخلي كاتشب. الكاتشب انا هسه هنا ما اعرف الكميه، راح اخلي لحد ما حشوفون لونه شلون يصير، لان انا هنا دا اخلط. وشوف تقريبا يعني اقول لكم يعني خلينا تقريبا نقول كوب هذا الصغير من حجم الكبير، راح اشوفون لونه شلون يصير. راح تقولون لونها فاتح، لا لونها مو فاتح ورا ما تكمل، لان احنا ورانا الشوي، فلازم نعطي مجال للشوي. من نسويها كل شلونها على حمار طوخ وبعدين نشويها حتى شكلها محلو ما حيشهي. المهم شنو عجينتنا؟ لحد ما ذكرنا العجينه مالتنا شنو، شوفوا شلون صار لونها
يعني على برتقالي، ما ريتها حمرة كلش، وهم راح يشوفون شكلها ما شلونها، بس راح يشوفوها بالشوي شلونها. المهم شنو العجين، حدا ما ذكرتكم العجينة، هذا الخبز، الخبز مال مال القص مال سندويشات، هذا نوعية الخبز. بصراحة أنا شفته بالتيك توك، يعني أقول لكم إياها بصراحة، وحبيت هم أجرب، فقلت خلي أجرب وياكم، وإذا نجحت الطريقة وهنا عائلتي حبوها وشفت طعمها طيب راح أنزلها، وفعلا فعلا طعم والنتيجة كلش حلوة ومريحة. يعني تعرفون أنتم اللحم عجين، يعني الفتح مالتها هم بالشيبك يهد الحيل إحنا نقول، وهم عجينة عجينتها متعبة، فإحنا علمة هذا جاهز وما أعتقد كلش غالي، ويعني أكو بيها مزار وأكو بيه وسط وأكو بيه كلش كبار، يعني أنت اللي عجبك تسوي. وحتى الحشوة من حطيت ما أخذ هواي، يعني أنا هي ترى حجمها كلش كبير، خليت بس ملعقتين طعام حشوة، وراح أفرها داير مدار الحافات نوعا ما، راح أصير لونها شوية، يعني أطبخ من الوسط لين تعرفون الحافات ما تأخذ لحم عجين هواي. شوفوا أنا حسيت بيها هواي وأخذت منها، شوفوا أخذت منها، لأن هي حسيت إنه ما تحب حشوة هواي، يعني هاي طريقة ما أعتقد بعد أكو أسهل منها، وراح تجربوها وراح تترحمون الوالدية وترحمون الأخوية، لأن فعلا نتيجة روعة. راح تقولوا لي تصير على الطباخ، حتى على الطباخ تصير، حتى على الطباخ تصير، تدرون تحطوها بمقلاية أو طاولة شوي حجمها كبير وتقبغوها نفس الشيء. وأنا هم مسوية لحم عجين سابقا، يعني على الطباخ أو بالطاولة. المهم هنا بهذا الشكل، شوفوا يعني أنا تشوفون كمية اللي حطيت كلش قليل، بس شوفوا الشكل مالتها كأنه حاطة كلش هواي. وهنا الحافات حاول إحنا يعني نخلي بها حشوة حتى لا تحترق، لأن هاي العجينة كلش، أو هذا النوع الخبز مال القص كلش خفيف، فما ياخذ نار أكيد راح يغير لونه. أنا بالبداية بصراحة ما حطيت، تشوفون حافاتها يعني نوعا ما بارزة، فمن شويتها شوية لونها صار أطوخ من الوسط، بعدين قمت لا كلها أسويها شكل واحد. فأنتوا شنو رأيكم بهاي الطريقة؟ يعني مو اختراعي أنا، يعني أي شيء إذا أخذه من شخص ثاني أو أشوفه أذكر هذا الشيء وتعرفون بيه. فالمهم هسه هنا بهالشكل، وحاولوا دائما دائما بالمعجنات بالهذي أستخدم ورق الزبدة بالشوي، ورق الزبدة بالشوي أحسن لكم وأسهل لكم. أولا هسه أنا سويت كمية، لأن بصراحة أنتظر بين ما تستوي، أنا مسوية فد 2-3، فحطيتهن على ورق الزبدة وشلتهن بسهولة. فالمهم هاي قدامكم، شنو رأيكم؟ طريقة سهلة وحلوة وبسيطة، وأكيد راح أراويكم أنا الشكل النهائي شلون يصير. طبعا أنا هنا بهذا الوقت هم كنت عاجنة عجين، لأن كنت أسوي فطائر، سويت همين تفريزات حطيت المجمدة قلت قبل الدوام مالتي، وهم راح أنزل لكم الطريقة مال الفطائر، لأن طريقة جديدة، مو جديدة إنما الحشوات جديدة، وهم طريقة جديدة لشوي الفطائر راح أشوفوهم كل السهلة، وهم عدة حشوات مختلفة هم يعجبكم تسووا. فالمهم هنا خلينا بعد الفرن، خلينا واحدة فوق واحدة جوا، وباع الشكل الله عليكم. انتو شفتوا اللحم بداية شلون لونه؟ لونه صح فاتح كلش برتقالي. شوفوا هسه بالشوي شلون صارت، شوفوا هاي النتيجة. ليش ما أقول لكم حطوا هواية، يعني لا تحطون هواية معجون أو كاتشب، لأن حتى يطين هذا اللون الحلو، يطين لونها حمرة فاتحة، لأن منها حط مواد حصل لونها على سواد. هنا بصراحة آخر شيء ظل لحم كلش قليل، وهنا أنا حبيتها مشوية خليلها جبن، هاي هم شغلة اختيارية، يعني تقريبا ما تستوي 3/4 استواء وأخليلها جبن. راح تقولوا لي درجة حرارة الفرن قد، خليتها على درجة حرارة 200 وشغلت الفوق والجوة. وهنا أنا شوفوا عندي عجينة، أنا كنت مسوي فطار فظلت قسم العجينة، وهم سويت بيها لحم عجين. شوفوا الخفية وباع الشكل الله عليكم، أنتوا حكموا شلونها غير تخبل. فيلا خلينا نشوف كم واحدة راح تجرب هاي الطريقة. والحلو بيها شوفوا، ده شوفون اللحم متماسك، شوفوا متماسك، يعني قلبيها سويها ما راح يتفتفت عندك اللحم ولا يوقع من لحم عجينة. هاي شغلة ثانية يعني باعوا الحافات شوية لونها بتغير هاي بالبداية، لأن كم واحدة شويتها ف
فما كنت حاطه لحم بالحافه فشويه لونها صار على يعني اطوخ بعض هاي لا كلها لون واحد. بس مو مشكله مو مشكله، شوف الخفيه وشوفوا الشكل. وقلت لكم اهم شيء اهم شيء اللحم تماسك وما يوقع عندنا من اللحم بعجين، هاي الشغله الاساسيه. وباع الظهر مالتها وباع الوجه مالتها. يلا خلينا نشوف كم مدى راح تجرب، لتجرب الطريقه وعجبتكم اهم شيء الرحم الوالديه والاخويه. وثاني شيء دزول الصور على الانستماتي، الانستماتي نفس اسم قناتي. وشوفوا هسه شوف شوف شوفوا 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 هاي الحركه. يلا شنو رايكم؟ اتمنى حبايبي فيديو اليوم نال اعجابكم، وانتظروا فيديو الفطائر. شوفوا اكو فطائر ترى جوا، انتظروا فيديو الفطائر، فطائر بحشوات متعدده وبطريقه جديده للشوي. ولهنا اكيد شنو راح نقولكم، مع السلامه للجميع.